أهلا وسهلا بكم، أسعد الله قلوبكم أحبائي الكرام. كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. اليوم سوف أعمل هذا الفيديو، وهو السؤال: هل سيعود حبيبي؟ وما هو شعوره تجاهي؟ لقد قمت بعمل فيديو سابق، ولكن نظرا للعديد من الاتصالات الذين طلبوا مني إعادة تجديد لاختراكات، فإني سوف أقوم بهذا الفيديو، وإن شاء الله ينال أعجابكم كما نال أعجابكم الفيديوهات السابقة. كل ما عليكم هو اختيار من 1 إلى 2 إلى 3 رقم من هذه الأرقام، ولا تنسوا أن هذه قراءة عامة، ولكن بإذن الله وفقت حتى في قراءاتي العامة وتطابقت حتى مع القراءات الخاصة، والحمد لله حتى في كل شيء، الحمد لله. كما يريد الرقم يكون أسفل هذا الشاشة أو أول التعليق. هذا الفيديو هو خاص بالمنفصلين حديثا أو قديما، وكذلك بالمطلقات، المهم المنفصلين بشكل عام، لنفهم إن كان الحبيب سوف يعود أو وهل يفكر بي وما هو شعوره تجاهي. إن كنت حبيبتي نويت السحب رقم 1، وبالنسبة للفتيات التي اختارت السحب رقم 1، في الحقيقة الأمر الحبيب يفكر فيك. إن كنت تفكرين في الحبيب السابق، الحبيب السابق يفكر فيك وهو طالب للصلح. هذا الحبيب هو عائد من الماضي كما أرى، لكن أنت نشوف أنه هو في خط قلبك. هذا الحبيب تفكرين به رغم أنه هناك علاقة أخرى، ولكن تفكرين به، عندك الذكريات، الوقوف على الأطلال رغم أنك تجاوزت هذه الخطوة. لكن نعم، الحبيب حبيبتي يفكر فيك، ربما طلب اتصل بك مرتين، أو طلب المقابلة بيوم الاثنين، أو عندكم وقتين اللي تفارقتوا، وقتين يومين، أسبوعين، شهرين، أو ربما سنتين على أقصى تقدير. كذلك ربما هذا الحبيب تغير حاله وصار إنسان نادم على أفعاله السابقة في الماضي، ولكن أنا نشوف أنك أنت حبيبتي اليوم شفيتي وتعافيتي من هذا الألم. نشوف أنه أنت اليوم عندك كذلك سفر، عندك الحب، عندك الإشراق والبهجة في حياتك، لكن هذا الحبيب مع الأسف هو في الماضي، ولكن هو يفكر فيك وهو نادم كثيرا. يراك سعيدة اليوم مع غيره، هو يفكر فيك، أنت تفكرين فيه، لكن عندما تضعين رأسك على الوسادة تفكرين فيه وفي ذكرياتكما معا، ولكن هو شعوره تجاهك يحس بالندم وبالألم. الذي أحسسته سابقا معه كله يحسه هو في هذه الفترة، كما تدين تدان. حتى ولو لم تكن هذه القراءة مطابقة معك بنسبة 100%، أو الحبيب لم يعود، ولكن تأكدي في المستقبل القريب سوف يعود. و لما تكوني، لأنه أنا نشوف أنه في علاقة جديدة وكذا، وحب من طرفين، ومتمم هذا الحب بالزواج، وهذه العلاقة الثانية كانت علاقة صدفة. ولكن أنا حبيت نقول لك أنه حتى لو ما في أي حدا في حياتك هلا، ولكن سوف في المستقبل القريب في شخص آخر سيدخل في حياتك، ولكن هذا حبيبك السابق أو هذا الحبيب الذي أنت دخلتي هذا الفيديو لأنك تفكرين فيه، هذا الحبيب يفكر فيك ويحبك
ويهتم يراقبك من بعيد، يهتم بتفاصيلك من بعيد، ولكن لا يستطيع، ربما ليست له الجرأة ليستطيع أن يأتيك، أو ربما هو طلب المقابلة مرتين ولكن أنت لم تريدي مقابلته، أو ربما هذا الحبيب افترقت من عامين، شهرين، أسبوعين، يومين، المهم أنه يفكر فيك، يراقبك من بعيد، ناوي الرجوع، ولكن أنت نشوفك أنه أنت في مرحلة الشفاء والتجاوز والتجاهل، يعني أنه أنت تخطيت مرحلة الوقوف على الأطلال، رغم أن الذكريات تأتيك أحيانا بين الحين والحين، يعني عندما تضعين رأسك على الوسادة، ولكن في بكل صراحة سوف يعود متأخر جدا جدا مع الأسف، ولكن كله ندم ويفكر فيك ويراقبك، فهنيئا لك بهذه المراقبة المستمرة منه، ولكن هو لا يبين ذلك، حتى لو بين لكن هذا الحبيب لا يبين، على الأغلب يكون برج ناري أو برج هوائي. أوكي، كل ما أنصحك به هو الترقب من بعيد والتجاهله، وسوف ترين الأيام لأنه العودة موجودة. أوكي، يلا ننتقل الآن للسحب رقم ثاني. بالنسبة للفتيات التي اخترنا السحب رقم واحد، فقط دعني أقوم بدراسة هذه القراءة وسوف أعطيكم النتائج في بعض الثواني. طيب، احنا سؤالنا هو هل الحبيب سوف يعود، وهل الحبيب يفكر فيه، وماذا يشعر، وكذا وكذا. طيب، نشوفك انه انت ربما عندك هذه القراءة، لا تنسوا انها قراءة عامة، ولكن بكل صراحة انا طابقت بنسبة 90%، القراءات العامة طابقت مع الناس بنسبة 90%، وحتى القراءات الخاصة رغم أنه أدقق يعني في تفاصيل حياة الشخص باسمه واسم والدته أو لو الأوصاف وكذا، ولكن حتى يعني أسأل في آخر القراءة يعني الخاصة، أسأل البنت نقول لها هل تطابقت القراءة العامة مع القراءة الخاصة، فتفاجئني تقول لي نعم والله طابقت بنسبة 100%، يعني وكأنك كنت تحكي معي بالقراءة العامة، رغم أني ما كنت أعرف يعني هل هي ما بعرف هي شو اختارت يعني بالقراءة العامة، ولكن هي تطابق، هي كلها أمور روحانية، ولا تنسوا أن هي قراءة عامة تطابق مع 90%، أنا هذا الشيء مؤكدة منه. طيب، ولكن هذا لا يعني أن القراءات الخاصة أدق التفاصيل وكذا، ولكن لب الموضوع أنهم مثل بعض. طيب، بالنسبة لك أنت اليوم، أنا نشوف نحكي معك في أوضاعك بعدين بنحكي مع على أوضاع الحبيب. بالنسبة نشوف أنه أنت ربما عندك كان عند هذه القراءة الثانية، ربما في طلاق ما بينك وبين هذا الحبيب، كان في طلاق، أو ربما أنتم على بصدد الطلاق، أو ربما أنتم في فسخ خطوبة أو بلوك أو انقطاع مع الحبيب، يعني مما تسبب لك في الألم، ربما هذا هي الألم سببها الخيانة من طرف هذا الحبيب، خيانة أو ربما رفض من عائلته، لكن أرى أنه هو صار طلاق ما بينك ومن بين الحبيب، كذلك ربما فسخ خطوبة أو إنهاء علاقة كانت بصدد الخطوبة أو كانت جادة هي بكل صراحة، ولكن فما مشكل أنه ربما الحبيب خانك وهذه الخيانة لا تغتفر، ربما خيانة من صديق مع صديقة مع قريبة، أو ربما كذلك هناك رفض من عائلته أو عائلتك كذلك، لا أعرف، ولكن هناك طرف من العائلة كان رفض لهذا الموضوع، والحبيب لم يضحي ولم يفعل أي شيء، ولكن الآن الحبيب يفكر فيك واشتاق لك، يفكر في الاتصال بك، يفكر رغم انه هو شغلته شوي الاوضاع المهنيه، يعني عنده يعني شاغل شوي في اموره المهنيه، ولكن تاكدي انه الحبيب بكل صراحه يفكر فيك، يفكر يكلمك، يفكر يرجع لك ويرجع يطلب ايدك، او ربما لو كان في طلاق يرجع
يطلب إيدك، أو ربما ربما يرجع يفتح مرة وجديد الخطوبة، أو يتزوج بك مرة ثانية، أو الحبيب كذلك ربما هو يحاول يشيل البلوك اللي ما بينك وبينه، أو ترجعوا أو تأسسوا لعلاقة تكون علاقة خطوبة. ولكن بكل صراحة أنت تألمتي، وشوف أنه أنت عندك التردد حتى أنه هو لو يرجع هو يفكر فيك وناوي رجوع وكذا، لكن شوف أنه أنت باش تكون في موقف المترددة في هذه العلاقة، لأنه الرجوع حتمي وموجود معك، ولكن التردد موجود عندك، ربما لأنه لم يأخذ موقف في المرة السابقة، أو ربما يعني مع أهله، أو ربما لم يضحي كما أنت، أو ربما هذا الحبيب هذه الخيانة الذي فعلها لا تغتفر. يعني كلها هذه يعني حسب ما أنا بشوف بالكات، وبحاول بسط أكثر شيء عشان تتطابق معكم هاي القراءة. يعني أنا أعطيت أسباب، وربما أنت تختارين السبب الذي يعني هذا من الأسباب الثلاث، خيانة أو ربما رفض من عائلتك أو رفض من عائلته تسببت في انقطاع هذه العلاقة ووضع بلوك بينك وبينه. ولكن أنا نشوف أنه أنت نوعا ما عندك شوية صدمة وذهول، مررتي بحالة صدمة أليمة، ومررتي بحالة نفسية مرهقة جدا 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 جدا، ربما تواصلت معك للسنة أو الشهر أو 4 سنوات أو 4 شهور. المهم هذه الحالة من الصدمة والذهول في موقف الحبيب أو في وضعية الحبيب في موقفه، إذا كان هو لم يتخذ الموقف الإيجابي ولم يضحي تجاه عائلته أو عائلتك، أو ربما هذا الحبيب هناك خيانة لا تغتفر وأنت اليوم في حالة صدمة. ولكن أنا نشوف أنه أنت حبيبتي رغم الصعقة والذهول الذي يعني عشته، ولكن أنا أشوفك أنه أنت كذلك مثل الصحبة رقم واحد، أنت اليوم في مرحلة الشفاء ومرحلة الانطلاقة الجديدة، ربما عندك سفر أو ربما تنتظرين ورقة في موضوع سفر، أو ربما كذلك أنت اليوم تنتظرين الطلاق من هذا الشخص الذي يعني فعل شيء لا يغتفر، سوى المتزوجين يعني، وهذه العلاقة أتم يعني انتهت بالطلاق. الحبيب يريد العودة إليك ولكن أنت ترفضين مع الأسف، أو ربما الحبيب يريد بالنسبة للمخطوبين يريد أن يعود إليك ولكن لا تستطيعين، لأنه لم يأخذ الموقف الصائب من الأول، ولم يضحي من الأول، ولم يفعل أي مجهودات كما أنت تريدينها، لم يتخذ يعني لم يتخذ الموقف أو القرار، لم يكن عنده موقف أو شخصية في هذا الموضوع، وهذا اللي يخليك اليوم تتردد في أنه تعيديه لحياتك. ولكن أنت اليوم أنه أنت شوفك في مرحلة شفاء، وربما أنت اقتنعت أنه الشخص هذا لازم تعمل له بلوك، ولكن شوف الحبيب يفكر فيك وحاول يمكن يتصل فيك على العديد من المرات، ولكن أنت لم تردي على هذا الاتصال، طلب منك السماح والاعتذار، واللي تقول انه ما في اي حبيب ما اتصل فيا ما كذا ما، لكن هو يفكر فيك الان. هذه القراءة هي متطابقة، يعني للي يفتح حتى بعد سنة تكون هالقراءة متطابقة، يعني كلها امور روحانية. ربما شوف هو يمكن اليوم لم يتصل فيك، لكن هو بصدد الاتصال وال يعني الطلب السماح والمغفرة، هو يفكر فيك دائما ويعرف أنه أخطأ في حقك، أنت لا تستحقين هذه المعاملة منه، أنت تحب شخص إنسان يضحي معك، شخص يحبك، شخص صادق ووفي في علاقته، أنت لا تريدين هذا النوع من العلاقة الغير
جادة أو الغير سليمة، لأن الرجل اللي ما بياخذ موقف يعني من الأول، أو الرجل الخائن يعني ما فيه أي دواء بكل صراحة، واللي 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 يخونك مرة يخونك ألف مرة، واللي تسامحه مرة بيرجع يوجعك ويألمك ألف مرة، فمصير هاي العلاقة رغم أنه هو رح يركض وراك يعني، حتى لو ما في ركض الآن، لكن أنا متأكدة وموجود أنه الركض بإذن الله تعالى يكون يعني موجود، ويطلب السماح والمغفرة ويتذلل، لكن فات الأوان. قولوا حبيبي فات الأوان، الجرح عميق وعميق جدا، لا ولن تستطيع اليوم أن تمحي لي في ذاكرتي ما فعلته وما جرحتني به. وفي حقيقة الأمر إن شاء الله أنت في مرحلة شفاء حبيبتي، ربما الأيام لم توصفك، أو ربما الحظ لم يكون معك، ولكن أنت يا سحب رقم 2 أنت امرأة صادقة بالمرة، يعني امرأة صادقة وطيبة جدا، امرأة حنونة، عطيتي كل ما في قلبك وما في جوارحك لهذا الشخص الذي لا يستحقك. ربما هو لم يقم بالموقف المناسب، أو ربما هو خان الثقة العميقة تجاهه، ولكن في كل الأحوال هو نادم جدا جدا جدا، وسوف يعود لك، سوف يعود لك. وحتى هو يشتغل، هو عنده عمل، ربما عمل في شركة أو عمل مع أخواته، أو المهم أنه عنده عمل مشترك مع العائلة، أو ربما، ولكن هو يشتغل في ضمن مجموعة، لا يشتغل لحاله، رغم أنه هو عنده الكثير من الأشغال، ولكن أنت دائما في باله، ولن ينساك بالمرة. أنت تنتظرين ورقة إن شاء الله حبيبتي، سوف تأتيك بإذن الله تعالى، ولا تبكي أرجوك لا تبكي، لأن أشوف أنه أنت يعني في مرحلة من الضعف، ورغم أنك دائما مبتسمة وتشكري الله وتحمده، ولكن نشوفك أنه أنت تعبانة شوية، ولكن سوف تتخطين هذه الأمور بإذن الله. دومي على صلاتك، استغفري ربنا، ادعي في صلاتك، وإن شاء الله قولي يعني إذا كان في خيانة، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وهذه الخيانة تكون خيانة عظمى يعني من قريبة وقريبة جدا، ربما صديقة أو ربما من أفراد العائلة، ولكن حبيبتي قولي إلا حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا نقول لك ونأكد لك أنه هذا الشخص سوف يعود إليك نادما نادما نادما، هذا 3 مرات، وحتى لو ما في عودة الآن، العودة موجودة بإذن الله تعالى يعني، ولكن الوقت كان متأخر مع الأسف. حسنا حبيبتي سوف ننتقل للسحب رقم 3. بالنسبة للي اخترت السحب رقم 3، أنا بصدد قراءة هذا السحب الثالث، وهو للي اختار هذا السحب، هو سحب في حقيقة الأمر طاقته كلها إيجابية. على الأغلب تكون هي المرأة التي اختارت السحب رقم 3 تكون برج ترابي، الجدي، الثور، العذراء، أو ربما برج مائي، السرطان، العقرب، والدلو. هذه المرأة طيبة جدا وحنونة جدا، تعطي بلا مقابل، وعفوا ليس الدلو، الحوت، قصدي الحوت، تعطي بلا مقابل، ولكن بكل صراحة أنا نشوف أنه في الكارت شيء مو كويس شوية، رغم أنه هي طاقة كلها إيجابية معها، ولكن أنا نشوف أنه كل صراحة هي تنتظر سفر، عندها تألق بمجال الدراسة، أو ربما بمجال العمل، أو ربما بمجال السفر، إذا كان عندها سفر راح تسافر، إذا كان عندها نجاح راح تنجح، إذا كان عندها يعني موجود كل شيء النجاح وكذا، ولكن أنا نشوف إنه حبيبتي الشخص اللي أنت نويتي عليه هلأ بالسحب رقم 3 هو ما يفكر فيكي، بالعكس هو يفكر في واحدة تانية شغلة باله، وهالوحدة هاي تكون على الأغلب تزوجت أو انخطبت، ولكن هي على علاقة أخرى، وتجاوزت علاقة هذا الحبيب الذي أنت الآن تفكرين به،
الحبيب يفكر في علاقة ماضية كانت معه في الماضي، ولكن بكل صراحة هو لا يفكر في فيك بكل صراحة، رغم أنه أنت إنسانة كويسة بالمرة، إنسانة تعطي الحب الكثير، أنت إنسانة جميلة جدا وطيبة وحنونة، توجور سوريانت، يعني أنت دائما مبتسمة، ولكن هذا الشخص مع الأسف لم ينظر إليك، هو فقط معجب بشخصيتك الجميلة والطيبة، معجب أعجب به يعني في فترات أعجب بشخصك بطيبتك بحبك، ولكن هو لم يحبك يعني مثل ما أنت، يعني حتى رغم أنه أنت تفكري فيه، ولكن هو بصراحة في علاقة أخرى، يعني ربما هذا الحبيب يكون مسافر، أو ربما هو تزوج يعني على في تزوج في الخارج، أو ولكن هو كل صراحة يعني آسفة حبيبتي، ولكن هو أنا ما نشوفوش يفكر فيك يعني بكل صراحة، أنت تفكري فيه وتتابعي في أخباره صحيح، ولكن هو لا، ولكن أنا راح نقوم لك بسحب آخر خاص بالفتيات رقم 3، نشوفه إذا كان الحبيب راح أقوم بسحب آخر للسحب الثالث، عشان نعرف إذا كان الحبيب شو هي مشاعره تجاهي، لأنه أنا ما نشوف أي مشاعر بكل صراحة، أنا نشوف أنه أنت عندك المشاعر لكن هو لا، ولكن احنا رح نقوم هلا بسحب اخر عشان نفهم شو هالموضوع يعني. اوكي نعم، بكل صراحة كما طلع لي في الكارت نشوف انه انت حبيبتي متغيرة شوي، تأملت الزواج من هذا الشخص، ولكن هو في علاقة، انت تشوف نشوفك انه انت غير محظوظة بصراحة، يعني انت محظوظة بمجال العمل و المهنة أو ربما الدراسة أو التألق في أمور أخرى غير الأمور العاطفية، أنا أشوف أن الأمور العاطفية مش كويسة معك بصراحة، رغم أنه في العديد من طلبات الزواج، في العديد من يعني لي دوموند دو مارياج، يعني طلبات الزواج كما نقولوا أحنا، ولكن ما توصل، هي المشكلة، يعني أنت حتى كنت في علاقة سابقة، يعني في علاقة سابقة نقول في علاقة ماضية كذلك نفس السيتواسيون، نفس الوضعية، نفس النهاية السيئة، يعني الحبيب دائما بيروح أو بيشوف حياته مع امرأة أخرى، يعني هيك شو لا يعني تشوفي حالك أنه أنت يعني عندك مشكل بالزواج، صحيح أنه الله ما بيعطي بالكمال، لكن أنت حبيبتي إنسانة متألقة وجيدة في دراستك أو في مجال العمل أو في مجال مهنتك، أنت متألقة، عندك السفر، عندك الحياة، عندك الطاقة الإيجابية، لكن يبقى هناك مشكل، هو مشكل الزواج، أنه أنت نشوف أنه أنت عندك مشكل، هذا هو المشكل، مشكل الزواج، لا أعرف ما عندك عرقلة بالموضوع، ولكن أنا لا أستطيع أن أعرف من خلال هذه القراءة العامة، لا أستطيع أن أعرف إلا بالاسم واسم الأم عشان أفتح الكارت بأمور روحانية، لأنه أمور لو في عرقلة أو أي شيء يتطلب تسخير ربما، أو على الأغلب تسخير، عشان أفهم وأوصف إذا كان عندكم أي شيء بالكارت باسمك واسم والدتك أنا نقدر نعرف، ولكن عندك مشكل يعني في الزواج بصراحة، يعني أنا ما عرضتني هاي في السحب، ما اعترضتني في السحب رقم 1 و2، لكن السحب رقم 3 نشوف أنه أنت إنسانة كويسة بالمرة، على الأغلب تكوني برج مائي أو برج ترابي، أنت امرأة طموحة وناجحة وجدية وريسبونسابل يعني مسؤولة، ولكن تبقى هذه المشكلة مشكلة الزواج، وأنت أيضا محتارة رغم أنه في عديد من الطلبات، ولكن أنت محتارة بالنسبة للحبيب بكل صراحة، بكل صراحة يا حبيبتي هو ما يفكر فيك، ما يفكر فيك يعني هو تجاوزك، هو تجاوز يعني هل يعني ربما أنت أحببتيه، أو ربما أنت تعلقتي به بدافع أنه أنت حابة تتزوجي أو حابة ترتبتي لأنه أنت عندك مشكل زواج، ولكن شوف هو الحبيب
عنده شخص ثاني، عنده علاقة أخرى، أنت تراقبيه هو لا، يعني في مشكل أنه أنت ربما تأملتي، ولكن تأملتي هذه العلاقة أنه تصير فيها زواج ولكن لم يحدث ذلك. أن نقول أنه إن شاء الله ربنا ييسر أمرك ويفرحك ويسعدك حبيبتي. إن شاء الله أنت إنسانة طموحة جدا، ولكن الله لا يعطي بالكمال، أحيانا تكون إنسانة تتزوج سريعا ولكن هي كمان ما وصلت للدراسة وما تألقت، يعني دايما الله ما بيعطي بالكمال، دايما في شيء ناقص في حياة الإنسان. أنا نقول لك أنه صحيح هو هذه العلاقة أنت تراقبيها وأنت كذا، ولكن هذا الحبيب عنده شخص ثاني في حياته وشاف حياته، هو أنت مرحلة بحياته، عند أعجب فيك في المرات الأولى بطموحك، بقوة شخصيتك، بحبك، يعني ربما بقوة شخصيتك. أنا أقول أنت إنسانة طموحة جدا، ولكن وإنسانة مبتسمة ومنشرحة ومتفائلة، عندك طاقة حب وطاقة من الإيجابية، يعني طاقة إيجابية بالمرة، ولكن حبيبتي هذا المشكل هو مشكل الزواج. أنا أقول لك أنه إن شاء الله، أنا نشوف أنه عندك زواج، ولكن هذا يكون زواج ربما في مجالك، يعني يكون زميلك في، مش عارفة أنت شو تدرسي أو شو تشتغلي، ولكن هذا يكون في مجالك، عندك زواج ولكن لازمك تنتظري شوية، لأنه هذا الأمر عسير شوية، لازمك تنتظري. وأنا نقول أنه إن شاء الله ربي يسر أمرك ويفتح الأبواب في وشكم، يعني سواء سحب رقم واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن أنا نشوف رغم أنه أنت عندك طاقة إيجابية وطاقة حلوة وطاقة كويسة في كل مجالاتك، لكن المجال العاطفي، يعني ألا في الأمور العاطفية بصراحة شوف أنه في شوية تدهور، أو ربما سوء، قولوش سوء حظ، ولكن الحظ لم يلعب معه دور، لم يلعب معك دور جيد، ولكن إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله تعالى نقول أنه ربي يفرحكم ويسر أمركم ويسعدكم، والله يخليكم والله يجازيكم كل خير حبيباتي. أنا حقا تعرفت على العديد من البنات الحلوين، ولكن صار لي ظروف هاي الفترة فما أقدر أجاوب على أي حدا بالرسائل، ولكن أنا عدت مرة أخرى عشان أقولكم أنه أنا هون، وحاولت بكل صراحة الإطالة الكثيفة في والتدقيق أكثر في القراءة العامة، لأنه كل الناس قالت انه انا يعني حب القراءة، رغم انه انا ماكسيموم يعني 9 دقائق تكون القراءة، ماكسيموم 9 دقائق يعني يكون قراءة الفيديو بصفة عامة، يكون لما نزل الفيديو ما يفوت 9 دقائق، وكان عندي مشكل بالهاتف، ولكن أنا اليوم جيتكم عشان أقولكم أنه أنا هون بحاول، لأنه في ناس كتيرة ما تقدر تدفع لي عبر الواسترن. أنا سؤالين ب$30، والقراءة المدققة شوية، مدققة هي قراءة حتى $30 قراءة مدققة، ولكن فيها سؤالين فقط، أما القراءة الباقة يعني الخاصة تكون ب$60 ومدتها 30 دقيقة. للي يريد القراءة الخاصة يتصل بي على الواتساب ويترك لي اسمه واسم والدته واسم الحبيب واسم والدته وأبراجكم عشان نعرف، لأنه ما لازم اسم الوالد والدتك على الأقل واسمك واسم الحبيب، إذا لم تعرفي اسم والدته مش مشكل، المهم أنه احنا بالكارت رح نعرف بأسماء والد أو والدتكم من هو، ما هي نية الحبيب. وبصراحة نقول أنه أنا فرحانة جدا أنه عرفت العديد من الناس، وبالنسبة للسحب صراحة رقم 3، أنت تأملتي حدوث علاقة جادة في هذه العلاقة ولكن لم تتم بصراحة، هو معجب فيك ولكن هو ذهب إلى حال سبيله وعنده شخص ثاني بحياته. أوكي،
بالنسبة للقراءة الخاصة مثل ما قلت لكم تتصلوا بي على الواتساب، عشان إنه عندي مواعيد كثيرة، فماما لازم يعني تاخدي مواعيد. وكما قلت يعني الدفع عبر الويسترن، وأول الدفع تكون أول القراءة، يعني أول الدفع يعني نحدد قبل الدفع إمتى بدك أقرأ لك، والقراءة تكون يعني تبعثي لي الوصل عبر الواتساب مثل العادة، وبعدين بنحكي ونقوم بالقراءة المدققة والمفصلة. وبخصوص اللي اتصلوا فيها عشان أقولهم يعني أنا نزلت، صار لي فترة صغيرة نزلت هل في سحر وكذا، فاتصلوا في العديد والعديد من البنات، وأخذت العديد من المواعيد. وهذه الأمور تتطلب يعني هي أمور روحانية، تتطلب تسخير، يعني أنا مش قادرة أنا أتصرف لحالي عشان هذا الموضوع والوصف الدقيق وكذا. فالحمد لله يعني بإذن الله تعالى وفقنا الله عشان أوصف لكل واحدة مين اللي عملت وكيف السحر، سحر مدفون، سحر مأكول، سحر بالصورة، سحر بالثياب. ولكن شوفوا أنا تتصل فيها العديد من البنات بكل صراحة وتقول لي يا ياسمين في العديد من اللي استغلوني واللي يقولوا لي يعني رح أعطيكي خاتم روحاني وياخذ من عندها $1,000 و$2,000 و$3,000، يعني ليش هكل هالاستغلال؟ أنا أقول حرام عليهم هذه القنوات المستغلة اللي تقول لك يعني أنا شيخ روحاني وأنا كذا وأنا كذا، يعني كلهم بيكذبوا عليكم. يعني أنا أقول لك صراحة تجيني أحيانا تجيني بنات وبفتح معها الكارت باسمها واسم والدتها وتقول لي انه في شيخ عبر اليوتيوب قال لي انه انا مسحورة وعندي سحر مدفون وتعالي ابعتي لي $1,000 عشان افك لك الاسحار. فاقولها والله العظيم والله العظيم والله العظيم 3 مرات انت ما عندك اي شيء، انت ما عندك لا سحر ولا اي شيء حبيبتي، والله ما عندك اي شيء. يعني يلعبوا على نفسية الناس ويلعبوا على وتكون هي سليمة وما عندها شيء، حتى لو كان في عندها سحر يكون السحر يعني قديم وقديم جدا، أو ربما هي ما عندها أي شيء، هي نظيفة من الأسحار. يعني في كثير من الناس يعني تضحك على ناس، وأنا نقول أنه حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيلعبوا على الأمور النفسية، لأنه أنا بحكي مع كثير بنات وصادفت معي العديد من القراءات اللي تكون ما عندها أي سحر أو أي شيء، وبيصير يضحكوا عليهم بياخذوا لهم فلوسهم. فأنا حتى ولو القراءة المدققة المفصلة أباغ يعني إلى جانب القراءة اللي تكون حتى قراءة بخصوص الوصف وأمور السحر وكذا، نشوف يعني أمور السحر وكذا تتكلف أصلا $60، يعني مش كثيرة ولا مستغلة ولا أي شيء. أنا بحاول ساعد كل الناس، أنا لما عملت القناة من الأول عملتها كقراءة مجانية، وبالطبع إنكم ما تعرفوني ولكن أنا امتهن هاي المهنة صار لي 8 سنوات، وبالتعاون يعني مع صديقتي هي اللي نصحتني على القيام بهذه القناة. عملتها من الأول قراءة مجانية ولكن تحت الضغط وكذا عملتها $30 للسؤالين، وبعدين $60 ب30 دقيقة مدة الكونسولتاسيون 30 دقيقة، وتكون حتى يعني الوصف والتدقيق في أمور السحر أو كذا تكلف $60. أنا ما بقول لا $100 ولا $200 ولا $1,000 ولا أي شيء. إذا عندك سحر أو إذا بالحق عندك سحر، أنا أقول لك ما تفكيها بأي شيء، بالمواظبة على صلاتك، بالحفاظ على دينك، بالإيمان والتقوى، والراقي يكون يخاف ربنا تعالى، وهذا هو المطلوب. يعني لا خاتم روحاني ولا فك لك أسحار عبر النت ولا أي شيء، كلهم أمور شعوذة وكلهم أمور تدجيل، وأنا ما بصدق. يعني إذا كان عندك صحيح، عندك ما عندك أنا لا أفك أسحار ولا أعمل شيء، أنا أقرأ فقط الكارت و أصح الناس على أوضاعهم. يعني إذا كان في ناس تضحك عليهم أصحاب قنوات يعني بيضحكوا عليهم، أنا بكل صراحة أقول لك أنا مثل ما قلت لكم أنا فقط أقرأ الكروت، وفقط
بالعمل مع وبالتسخير يعني، أوكي؟ لكن أنا لا أفك أي سحر أو أي شيء. يمكن لو في وضعية تتطلب حقا أنه أنا أعملها يعني بأمور طيبة، بأمور خير وكذا، فيمكن، ولكن أنا لا أتحكم في نفسي بكل صراحة. إذا كان واحدة بشوفها أنه تتطلب فيمكن، ولكن أنا فقط أقرأ الكروت ولا أقوم بفك أسحار أو بالكذب على الناس أو بإيهامهم أنه عندهم أمور سحر وشعوذة وعرقلة وكذا. إذا عندك ما عندك، أنا إنسانة يعني بقول إلا الحق. وحتى ولو أنه تجيني ناس بتلومني تقول لي انه انت بتقرأي كروت، انت حرام عليك، يكتبوا تعليق ويقولوا لي انت حرام عليك، ولكن بصراحة انا تعرفت على العديد من الناس وبالعكس انا رابحة لما بيقولوا لي الله يسعدك، الله يفرحك، الله يخليك. انا ساعدت العديد من الناس، خليت اللي كانت مطلقة بإذن الله، مش انا يعني، ولكن انا نقولها انه حتى الكارت، نصائح الكارت انا تقول انه انت لازمك كذا ولازمك كذا، فهي لما تطبق اللي انا قلته لها فالحمد لله ترجع لزوجها. او ربما على فكره في 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 العديد من العشرات من النساء التي تم ضحك عليهم في بعض القنوات بامور انا الشيخ الروحاني وانا وانا وانا، فيتصل يعني تتصل فيها تقول لي انه انا، يقول لها يتم ايهامها انه هي عندها سحر بالبيت وانه زوجها بيخونها او انه كذا وانه كذا. قلها لا، ما في اي شيء. فهي بتعاني من تتخاصم مع زوجها وتدخل في حاله من الهستيريا وتدخل في حاله من الشك وكذا. فانا لما احكي معها اقول لها والله ما في اي شيء، لا في خيانه، لا في سحر، لا في اي شيء، يعني ترجع سبحان الله مغير الأحوال وكأنها امرأة ثانية. بتقول لي الله يرحم والديك حبيبتي، الله يخليكي، انت رجعتي لي الثقة في نفسي، انت خليت انه انا ارجع لزوجي مثل العادة، يعني الحمد لله. بالعكس انا بساعد الناس عشان يفهموا حالهم بكل صدق، لانه انا صادقة الحمد لله، انا انسانة صادقة يعني، وكل الناس اللي قرأت لهم بيرجعوا يحكوا معي، لانه انا الحمد لله تعالى هذا من فضل ربي، انا ما عملت اي شيء. بالعكس ان شاء الله انا نقول انه انا حكيت معكم شوي، طولت معكم بالموضوع، اعرف انه انا احكي كثيرا، ولكن انا بحاول انه الناس اللي ما تعرفني تعرفني، والناس اللي تعرفني راح تظل تعرفني باذن الله تعالى. انا نقول ان شاء الله الله يسعدكم، ما راح طول عليكم، الله يسعدكم، الله يخليكم، والله يجازيكم كل الخير. ان شاء الله راح نتواصل معكم في العديد من القراءات العامة وكذلك القراءات الخاصة بحسب المواعيد. ونقول لكم اليوم صباحا يعني الله يسعد صباحكم، واللي شاف هذا الفيديو مساء الله يسعد مساكي حبيبتي، والله يخليكي ولا تبكي، وانتي انسانة قوية، دمتي قوية، دمتي صلبة، دمتي جيدة، انتي امرأة، حبي نفسك، حبي حالك، هذه كلها فترات من الحياة تمر. اذا حزنتي غدا تسعدي، واذا ما لقيت الشخص الكويس غدا تجد الشخص اللي احسن منه. تذكري جيدا انه الله لما لما الله يبعد عنك حدا فبالضرورة بيبعث لك حدا ثاني يعوضك عن كل اللي مررتي به من تجارب أليمة وتجارب سابقة. يعني تذكري جيدا أنه الله كريم، والله يعرف شو بيعمل بعباده، والله يرأف بحال عباده، وخاصة بيرأف بحال البنات، لأنه احنا النساء رقيقات يعني. الله والرسول أوصى بنا خيرا، وإن شاء الله حبيبتي بإذن الله تعالى اللي يريد قراءة خاصة يتواصل معي أو القراءة العامة. راح أنا نأكد أنه راح نطول بالقراءة العامة، راح تكون مدققة، راح أعمل العديد من القراءات، وإن شاء الله حبيباتي ملتقانا في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء، ودمتم متألقين على الدوام. شكرا لكم، وأسعد الله صباحكم أو أسعد الله مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.